لقينا مكان في عنيزة رائع جداً جداً، يعتبر مكان هبة على قولتهم. وأنا صحيت متأخرة، بس يعني مصطفى الله يجزاه خير هو اللي صحاني، قال لي نرجس لا تحاتي، ترى أنت مو متأخرة، ترى هم موجودين من بعد الفجر لما يحتر الجو، بعدين يقوموا ويرجعوا العصر. فالحين خلينا نشوف، نطلب، نستانس، نصير معاها في الهبة. أهلاً. وش أكثر طلب يطلبون الناس؟ شاي حبق نعناع. حلو. لفت انتباهي كركديه. كركديه بارد، بس كيف محطوط كذي؟ يعني تسووه من قبل؟ انت تصلحوه. حلو. طيب انا ابغى شاي بالحبق بدون سكر. بعض المزارع الخضراء ذات الطبيعة الخلابة تحولت اليوم في عنيزة القصيم الى واحدة من الاماكن اللي يقصدها الزوار للتنزه. رحت لهذا المكان وعشت الشعور، وكنت مستمتعة بأن جزء من اليوم يكون في جو مميز وقرب أحبابك ومن تحب، أنك تجلسة والسوالف مع الناس ما تنمل. كان فيه واجهات أخرى يتوجهون لها الناس، لكن مؤخرا صار فيه المكان هذا، يمكن بدأ بكافي أو كافيين، بعدين توسعت الأماكن، صار فيه استقطاب للمستثمرين، صار فيه استقطاب للمشاريع الناشئة والصغيرة، وتشجيع للشباب على التجارة صراحة. فترة وشوفوا مكان ثاني. صرت كذي. إيه نعم. طيب تجي مع مين؟ أخوي. أصدقائك. إيه. بالعادة. دايم مو بالعادة. تعال خلنا نصور. بس لك سؤال بسيط. احنا حق مزارع ونتمنى يعني ان مكان يعني يطلع ازين وازين، يعني احنا الصراحة سائر يعني رفعنا، يعني كل العالم توجهت لمه لان مكان ما شاء الله بين نخل وقهوة، يعني الطبيعي يعني كل واحد يبي مكان يفتح نفس كافي بين جدران، يعني قاعد بالبيت تشرب قهوة ازين لي هنا، ازين يا اخي، ناظرة قهوة، براد، اجواء، صوت عصافير على الصبح، زقزقة العصافير، اشياء جميلة الصراحة. واتوقع والله اعلم بحكم طبيعة أهل القصيم حبهم للمزارع، فإنهم يحبون المكان ما رح يطفى. أسمع معكم لقاء؟ إيه فيه. أنتوا إجازة أول حاجة؟ إجازة؟ والله نسولف سوالف حلوة. تعال. المكان أكثر من رائع، لفت انتباهي بتواجد الناس، كثافة حضورهم، والمكان يعني فعلا يدل على أنه مزرعة، وكل شيء استغلوه طبيعيا. يعني مثلا تشوفوا معي النخلة فيها رطب لسه مستوي عشان ناكل، يستحق الزيارة، وما لوم أهل القصيم لأن جوه وحبوه. أكثر من مقهى، أكثر من مكان، وفعلا التواجد شكل مو عادي. استغلال الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية في صناعة السياحة والترفيه جزء هام لتحسين جودة حياة الأفراد وعدم إهمال الفرص الاستثمارية في نواحي متنوعة. من عنيزة، نجس العوامي، MBC.